السلام عليكم خويا ديربي بتمع طعم خاص. ديربي شنا فيه بزاف ديال الحوايج، شنا قبل مني بزاف ديال الكذوب. فريق الاخضر قال لك اسيدي عندهم غيابات كثيره، ما شنا حتى غيابات من غير الهيكل العدلي. الحمد لله ضرب لهم ثلاث نقاط عزوا الصداره وبطوله وداديه. مبروك على الجمهور الودادي، كان جمهور حضاري، كانت مقابله فهمتيني، كانت داش واحد الروح الرياضيه عاليه، ولكن اللي تتاسف عليه هو داك اللعاب ديالهم اللي راه جابوا من الجيده، ما عرفتش السميته ديالو، كانت فيه لا روح رياضيه واخلاق، فهمتيني؟ الرياضه هي اخلاق وتربيه، فهمتيني؟ ومبروك علينا ومبروك على الوداد ومبروك وارض مبروك. هنايا فرحانين تفرجنا في الماتش، هنايا تبارك الله الدراري لعبوا مزيان، ديما وداد من صغرنا حنا كنتفرجوا في الوداد، ها من النرويج والوداد والرجاء. اليوم اول ماتش تفرجنا فيه لايف، هذاك الشيء كان عالمي وزوين، وديما وداد كان مستحق الفوز ديال الوداد البيضاوي. ضغطوا في الشوط الاول وترجموا داك الشيء في الشوط الثاني وربحوا. ما كانش ديما وداد، ديما وداد زعما الماتش كان زوين، كانوا لقطات زوينين ما بين الفريقين بجوج. كنهني فريق الوداد على الفوز ديالو، كيستاهل الفوز لانه تقريبا واحد 60 دقيقة هو مهاجم. نقطة الضوء اللي كانت عندنا هو ذاك البيلانتي، مي ما تماركاش، كون كان تماركا كون زعما الرجاء شدات زمام الأمور. هنيئا لفريق الوداد، عارض لك فريق الرجاء البيضاوي. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.